أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر لمن كان مسافرا وقد استقر في مكان ليوم أو يومين؟ إذا كان المسافر عنده مسجد ويسمع الأذان يصلي مع المسلمين كل وقت في وقته ولا يترك صلاة الجماعة. أما إذا كان بعيدا عن المسجد وهو مقيم ليس بسائر في الطريق فإنه أيضا يصلي كل صلاة في وقتها بالقصر قصر الرباعية كل صلاة في وقتها، لأنه لا داعي للجمع، الجمع إنما هو لمن جد به السير. أما من كان نازلا ولو فترة قليلة إنه يصلي كل صلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في منى أيام التشريق وكان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم.